الحقيقة لما بنلاقي شاب مصري في بداية حياته بيتم اختياره كعضو في برلمان الشباب النمساوي وكمان عضو في البرلمان الأوروبي، لازم نفرح ونبقى فخورين قوي بالمصريين الموجودين في الخارج اللي قدروا ان هم ينجحوا في اي مكان في العالم. النهارده معانا اصغر مصري في برلمان الشباب النمساوي، ميسره محمود مقلد، اللي بينضم لينا عبر تطبيق الزوم. صباح الخير عليك. صباح النور. يعني انا في الحقيقه ما كنتش متخيلك صغير قوي كده. يعني 17 سنة، يعني اللي أهدمك. طيب يعني اول حاجه انا عايزه اقول لك مبروك، احنا فخورين ربنا جدا يبارك بيك، فيك. حاجه كبيره جدا وحاجه فخر لينا كلنا كمصريين، بالذات ان انت سنك ربنا صغير يبارك فيك. جدا. حابه اعرف منك يعني انضمامك لبرلمان الشباب النمساوي والبرلمان الاوروبي جه ازاي، حصل ازاي، يعني كواليس كده بتاعته. يعني أنا بقيت في سنة 2020 شخصية العام 2020 في النمسا، وعشان كده خدت الفرصة اللي أشتغل في رئاسة الوزراء هنا في النمسا مع رئيس الوزراء. وفي الشهر اللي أنا اشتغلته هم شافوا شغلي وقالوا آه والله الشغل كان حلو، عجبوهم يعني. وعشان كده خدت دعوة على البرلمان الشباب اللي اتعمل دلوقتي، يعني أول سنة في النمسا. وفي البرلمانت كنا قاعدين بقى وكده، الفرصه جات اللي من رئيس الوزراء ورئيس الوزراء اللي قالوا لي اه ده كان شغله حلو دخلوه. طب ميسرة، انت بتدرس ايه اصلا؟ انا لسه في المدرسه، لسه في ثانوي، طيب يعني في تانيه ثانوي كده. البرلمان الاوروبي كمان هو واحد من 3 هيئات بتمثل السلطه التشريعيه في الاتحاد الاوروبي، حاجه كبيره جدا. هل ده كان حلمك اصلا من الاول؟ حلمي طبعا في السن الصغير حاجة حلوة، عشان لما حلمي أبقى نقول حاجة زي وزير أو حاجة زي يعني في البوليتيك في السياسة، ده تبقى واي حلو وهيبقى ماشية حلوة كده بالبرلمانت الشباب. وعشان كده دلوقتي الشغل بيعجبني هناك، عشان بعرف أعرف السياسة أحسن وأعرف بيشتغلوا إزاي والموضوع إيه من أصله، عشان أقرر بقى عايز أدخل السياسة ما عايز كده. عشان كده طب انت برلمان يعني يعني دلوقتي بعد ما يعني بقيت عضو في البرلمان النمساوي والاتحاد الأوروبي، حابب ان انت تكمل سياسة بعد كده؟ أنا تقريبا هكمل سياسة بعد كده، عشان أنا مش عارف إيه اللي لقيته في السياسة من سنة 2020، بس حاجة اللي وريت لي اللي بالسياسة كلنا مع بعض هنعرف نغير وهنعرف صح نحقق اللي احنا عايزينه في بلدنا. وعشان كده السياسة حلو قوي. هتبقى بتطمح لإيه بقى تغيره؟ يعني إيه اللي أنت عايز تغيره؟ يعني الوعي اللي احنا ماشيينه دلوقتي، بالذات برضو بالكلايمات وبالسيفتي هنا في النمسا، برضو لازم نغيره. اللي احنا في كوكب دلوقتي الكلايمت تشينج هيدخل علينا كتير لما احنا دلوقتي ما نغيرش حاجة. وعشان كده لازم اول حاجة نشتغل في كده، تاني حاجة نشتغل طبعا في السيفتي في الانفراستراكشر في كل موضوع البنية التحتية. لازم نشتغل فيه. والشباب بقى عندهم نصاحة صحية ونصاحة لسه صغيرة، عشان كده دي لما الايديهات كلها تتجمع في بول واحد نعرف نغير حاجات كثيرة. طيب عايز أسألك بقى، يعني هل حصولك أو إن أنت خدت شخصية العام في النمسا سنة 2020 كانت سبب في اختيارك للانضمام للبرلمان الشباب النمساوي؟ ما عشان بقيت شخصية العام 2020 خدت الفرصة أشتغل في رئاسة الوزراء، وفي رئاسة الوزراء عرفوني بقى آه ده ميسرة اللي بيشتغل في رئاسة الوزراء كان بيتكلم حلو وشغله حلو وبيعرف يعني إيه يتكلم، والسياسة تقريبا حاجة اللي هو بتعجبه، عشان كده بعته لي الدوا انا يعني. بس عجبني عشان كنت العربي بتاعك شغال قوي هناك كمان، يعني بتتكلم عربي حبيبي. حلو قوي، ممكن نتكلم في عربي في البيت، بس ألماني ما بس ينفعش. حلو، يعني حلو قوي. طب ميسرة، ربنا شايف يبارك ان فيك. الشباب قادر ان هو يتولى او ان هو يمسك مناصب زي دي، ولا شايف انه لا، يعني حلو ان الانسان يبقى عنده خبرة اكتر؟ يعني هي فرصة حلوة للشباب اللي هم برضو واللي احنا كلنا الشباب يعني نبص ونعرف ناخد نصاحة من كده، ونعرف نشوف ونلاقي الحاجات دي بالظبط قدامنا.
ويعني البروجرام بتاع البرلمانت الشباب هيبقى برضه اللي ندخل البرلمانت ونتفرج وزي ما هم قاعدين في البرلمانت بيعملوا ايه بالظبط. يعني بالنسبه لي انا حاجه اللي في كل دوله ممكن تتعمل عشان الشباب كده، اول حاجه بتحس زي ما يكون حد سامعهم وحد عايز يسمعهم، وتاني حاجه برضه بناخد نصيحه وبنتعلم. طيب تقول ايه بقى للشباب اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي من مصر وعايزين يحققوا حلمهم مش عارفين يبتدوا منين؟ يعني حابة ان انت تديهم كده motivational speech سريعة. هي الموتيفيشنال سبيتش اللي انا اعرف اقولها اللي ما تعملكمش لنفسكم ستريس، يعني الحاجات مش لازم تيجي بكره، اشتغلوا زي ما انتوا بتعجبكم زي ما انتوا بتحبوا وهتيجي الفرصه هتيجي، يعني 100% اقول لكم دلوقتي، بس اشتغلوا لغايه ما الفرصه تيجي. لما صح عايزين تعملوا الموضوع تدخلوا السياسه، اشتغلوا حلوة في الاخر قوي. هتيجي الفرصه. طب ولو عايز تديهم نصيحة تانية، انت كنت بتقول ان انت عايز تغير الكلايمت تشينج او المناخ، ومصر مهتمة جدا بموضوع صح. التغيير المناخي، يعني حتى احنا هنستضيف كوب 27 هنا في مصر عندنا في نوفمبر الجاي في شرم الشيخ. ايه النصايح اللي ممكن تديها للشباب عشان يهتموا بالموضوع ده؟ النصايح اللي انا كنت اللي انا ممكن اديلها اللي انا اقول الكلايمت تشينج بالذات في الموضوع ده، يعني احنا الشباب اللي لسه سننا صغير بعد 50 سنة هتبقى مشكلتنا احنا بقى لازم هنشتغل، يعني احنا اللي هنعيش احنا وعيالنا اللي هنعيش في المرحلة اللي الكلايمت تشينج هيموت ناس كتيرة وهيبقى كسر يعني اماكن من الكوكب. عشان كده من دلوقتي لازم نشتغل عشان ما نقولش بعد 50 سنة يا ريتنا كنا من قبل 50 سنة. فكر طب ميسرة، انت عندك 17 سنة، يعني حسيت المشكلة دي قوي ازاي؟ يعني اهتميت قوي بمشكلة المناخ ليه؟ يعني هي مش بس المناخ اللي انا بشتغل فيها، بس يعني في الوقت زي ده كله بيتكلم عن المناخ وبتفهم كتير وبتتعلم كتير منه، بس من اللي بتسمعه ومن السوشيال ميديا ومن جميع كفالة يعني. وعشان كده يعني من جنبي كده سمعت كتير من الكلايمت تشينج وبرضه قريت انا كتير عنه، وعشان كده عرفت بقى وقلت صح لازم نعمل الحاجة دي. طب احنا عايزين نستغل وجودك معانا دلوقتي، لو عندك فكرة مثلا ينفع نستغلها في مؤتمر المناخ اللي مصر هتعقده في نوفمبر الجاي تقولها لنا. فكرة من عند الكلايمت تشينج، خليني أفكر ثانية. اتفضل. العربيات ال CO2 فيها يعني البنزين يعني يتغير في كل الدولة البنزين على الإلكترو، دي ممكن تبقى حاجة حلوة. اللي طبعا صعب في بلد زي مصر اللي 100 مليون وعربيات كتيرة جدا وكله غير دلوقتي حاجة صعبة، بس على الأقل الناس اللي تعرف تغير العربية اللي عندها الفلوس تغير العربية تغيرها على الكترو انجن. وغير كده حاجة هم حاجات سيمبل زي لما تلاقي حاجة على الأرض ما تخليهاش تقعد على الأرض، تحطها في الباسكت، أو لما تلاقي مش عارف إيه رايح دلوقتي 20 كيلو على أي حتة ما تروحش بالعربية، خد القطر، خد حاجة كده. يعني الحاجات الصغيرة لو كله يعملها هتغير حاجات كتيرة جدا. طيب هل انت بتتواصل مع شباب تانيين مصريين عندك في النمسا يا ميسرة؟ طبعا ما انا سفير اتكلم عربي في النمسا لازم اتواصل مع المصريين هنا في النمسا، وعندي كونتاكت كتير وكونتاكت كلوز معاهم طبعا. مقربة. و طبعا تفكيرهم عن مصر ازاي؟ يعني عارفين ايه عن مصر؟ شايفين مصر ازاي؟ بيتواصلوا مع ما مصريين؟ في مصريين هنا في النمسا اللي طبعا ما بيعرفوش من مصر وبياخدوا رأي بسرعة من غير ما يعرفوا الأول، وفي ناس برضو الأب والأم بيعلموا وبيوروا لهم مصر، وهم بقى زي يعني في ناس كده وفي ناس كده، بس كلهم لازم يبقوا يتعاملوا بروجرامز عشان هم يعرفوا مصر أكتر. بس اللي أنا عارفه اللي كلهم بيحبوا مصر طبعا، حلو عشان مصر قوي. دي حاجة مش بلد بس.
طب ميسرة، دورك انت بقى كسفير ازاي؟ يعني انت عندك علاقات حلوة قوي ما بين الشباب النمساوي والشباب المصري اللي عايش في النمسا، بتوصلوا ازاي الصورة عن مصر؟ يعني انتوا هناك سفراء لينا هنا احنا كمصريين، فبتوصلوا ازاي الصورة عنا؟ يعني انا الاوفكار بتاعتي، يعني الورك اللي انا بعمله، عايز ما سفير اتكلم عربي. لما انا في مصر، وزيرة نبيلة مكرم كانت بتعمل لي بروجرامز عشان أشوف مصر كلها وحاجات جديدة، أماكن الجديدة اللي بتتعمل، عشان الانفورميشن دي أخدها وأوديها النمسا. وفي النمسا أنا بقى بتكلم عليها مع أصحابي المصريين، مع أصحابي النمساويين اللي مش بيصدقوا، بيقولوا صح مصر عملت كده، صح كده، صح الفاتشخت طلع على الدرجة دي. وبقى بتكلم مع أصحابي المصريين، ودول بيفهموا من الموضوع ده وبيتكلموا برضه. يعني كده هو بتشتغل كده الموضوع، الواحد يتكلم بعد كده التاني. وطبعا منهم هم لما هم راحوا مصر وجموا يقولوا برضه مصر دي جميلة، وشفنا وشفنا وشفنا. دي اهم حاجة، التوريزم، اللي نقول احنا شفنا الاماكن دي وشفنا الاماكن دي عشان الناس تعرف انها بمناسبة التوريزم او السياحة، انت كنت موجود في مصر قريب صح؟ بالظبط. ايه التغييرات اللي انت شفتها؟ تغييرات كبيرة جدا. كنا احنا في المدينة الجديدة، كنا في الجلالة، اتفرجنا على اليونيفرسيتي، اتفرجنا على السيتي اللي اتعملت من اول وجديد، مدينة رحنا الجلالة والجامعة هناك. بس بالظبط. وبس ما رحناش بس الاماكن الكبيرة واللي حلوة ومش عارف ايه، لا رحنا برضو الاماكن اللي دلوقتي مبادرة الرئيس بتشتغل عليها، حياة كريمة. ورحنا الأماكن اللي هما بيشتغلوا فيها دلوقتي، وبرضه السلامس، يعني الناس اللي ما عندهاش فلوس كتيرة بتساعدهم إزاي، والمساعدة شغالة إزاي دلوقتي. يعني رحنا جميع مكان، الهاي سوسايتي واللو سوسايتي وكل حلو قوي. يعني انت مكان. شفت مبادرة حياة كريمة، شفتها ازاي؟ طبعا من ساعة الوزيرة، هي ورتها لي وهي بعتتها لي وودتني عن الأماكن بتاعتها مهمة وشرحها قد لي. ايه المبادرة دي في وجهة نظرك؟ يعني انه بندخل لقرى، يمكن زي ما انت قلت القرى الفقيرة شوية بيساعدوها والحكومة عايزة تحسن منها، رأيك ايه في حاجة انت شفتها على أرض الواقع؟ انا رايي جامد جدا لحياه كريمه. انا بحب حياه كريمه عشان ايه؟ عشان حياه كريمه مش بتبص بس على الناس اللي عندها فلوس، بتبص على كل الناس اللي محتاجه مساعده. وانا بقى عشان برضو المساعده اللي كنت بعملها في 2020 دي حاجه بتخليني افرح، عشان انا بحب لما اشوف اللي حد صاحبي ساعد واللي الدوله كلها تساعد. دي حتى بقى حاجه بتفرح مش كده؟ كمل، أنا سامعك. يعني رأيي جميل جدا طبعا، كان حياة كريمة. حلو قوي، بنشكرك يا ميسرة، وإحنا فخورين جدا ربنا بيك يبارك. ومبسوطين جدا بكل حاجة شكرا. أنت وصلت لها في سن صغير. أنا كنت حاسة وأنا بكلمك إن أنا بكلم حد كبير جدا، لكن أنت كبير مقاما فعلا، وبكل حاجة أنت عملتها. كل الشكر ليك يا ربنا يبارك ميسرة مقلد، عضو برلمان الشباب النمساوي.